ويلكم يوتيوب، رجع لكم بفيديو جديد. والفيديو هو فيديو النهارده جاي اتكلم عن حقيقه تاجيل المدارس بسبب فيروس كورونا. طبعا انتشر اخر فتره على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ان في ناس كتير، عدد كبير من الناس بتطالب بتاجيل الدراسه بسبب عدم انتشار فيروس كورونا في المدارس، لان المدارس المكان اللي بيتجمع فيه الناس كلها، بتتجمع في المدارس طلبة مثلا والناس اللي في الجامعة بتتجمع في الجامعات، فده ممكن يؤثر بشكل كبير جدا على انتشار فيروس كورونا في مصر. طبعا وزير التربية والتعليم نزل بوست على الفيسبوك وقال احنا لسه بنتخذ القرارات وكده، ولكن لحد الان مفيش تأجيل. وبعدها وانا نازل كده على الفيسبوك لقيت خبر بيقول لك اللي من اول ما المدارس تبدا الترم الثاني هيحطوا صابون وميه في المدارس عشان الناس تغسل ايديها عشان عدم انتشار فيروس كورونا. فانا الصراحه ضحكت، يعني خبر مضحك. ايه اللي ميه وصابون؟ طب ما ده طبيعي. الوضع اللي هو مفيش ميه وصابون. طبعا زي ما قلنا اللي في حالات في مصر جالها الفيروس ده او اشتباه الفيروس ده، وبعدها ناس كتير حذرت من العطس لا يا كيف. وطبعا زي ما حصل حالات في اسكندريه ومرسى مطروح وفي القاهره وفي اماكن كتير جدا حصل حالات، ولكن لسه بيتاكدوا اذا كان ده فيروس كورونا ولا ايه بالظبط. ولو انت مع تاجيل المدارس انزل دلوقتي اعمل لايك واشترك للقناه وانزل قول في كومنت انا مع تاجيل المدارس بسبب فيروس كورونا. ولو انت مش عايز المدارس تتاجل انزل قول انا مش عايز المدارس تتاجل عادي جدا. وانا من وجهه نظري لو المدارس هتبقى مثلا يوم الحد الجاي او السبت الجاي، ممكن في خلال اسبوع تلاقي الاخبار كلها مثلا انتشار فيروس كورونا في مدارس كذا في محافظه كذا، لان الفيروس ده يعني بينتشر ان الواحد يغطس يجي للي جنبه او يجي عامه للناس اللي حواليه. وطبعا في مصر مفيش حد بيلبس كمامات، او هنلبسها ليه؟ مش متباعش اصلا في مصر، ممكن لسه ما نزلتش مصر عندنا. بس كده كان فيديو بسيط حبيت اطلع اقول لكم ان في تاجيل دراسه ولا لا، ولحد دلوقتي لسه بيتخذوا القرار. وقبل ما اقفل الفيديو في اغنيه جديده عملناها، اللينك اسفل الفيديو، من توزيعي واغناء اخويا، يعني اغنيه جديده وان شاء الله مستمرين. وانا بقالي كتير ما بطلعش على القناه، ولكن الفتره الجايه احاول ابقى متواجد على القناه. والسبب اللي انا ما بطلعش فيه على القناه بسبب احاول احل المشكله اللي في قناتي بتاعه التوزيع الموسيقي، واول ما احل المشكله هتلاقوني بطلع في القناه دي والقناه بتاعتي الاصليه ومتواجد في اليوتيوب. فبس كده متنساش تعمل لايك واشتراك للقناه وتعليق اصابه ابي فيديو، ابي فيديو جانج. سلام.